بالفيديو الجاي ان شاء الله هحكي عن الواجهه الرئيسيه لاجهزه شاومي ومع جهاز شاومي نوت 10 العادي طبعا ما نو البرو. الجهاز رائع وحلو كتير، ان شاء الله هنحكي عن واجهته. اما حاليا فهنحكي عن جهاز تكنو والواجهه الرسميه والواجهه الفعليه لاجهزه التكنو. انا مستخدم تقريبا من 7 ل 8 شهور لاجهزه التكنو، برايي الشخصي في ميزات خرافيه بهالواجهه، هاي واجهه المستخدم، وفي كمان سلبيات كارثيه موجوده. فاذا انت حابب تدخل تجربه اجهزه التكنو ما عليك انك تشاهد الفيديو، واذا حابب تدخل اجهزه شاومي تشترك بالقناه لتشوف الفيديو اللي بعده توصلك كل الفيديوهات الجديده. وخلينا نبلش على بركه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم جديد. أبو عبيدة معكم على قناتكم بساطتك. أول شغلة بنساويها بكل تأكيد هي تسجيل الشاشة. الآن فعلنا تسجيل الشاشة بصوت. مثل ما كنتم شايفين إخواني الكرام، هي الواجهة الرئيسية للجهاز. نسحب على اليسار مثل ما أنا شايفين أخبار وما أخبار، أمور كلياتها بتهمنا طبعا، كلها من الفيدباك ومن انتهاك خصوصيتنا بتجي. ثاني شيء الواجهة الرئيسية مثل ما نكون شايفينها. للأسف الشديد في أمور مزعجة جدا. أول شغلة إخواني الكرام مزعجة هي الترتيب. فمثل ما أننا ملاحظين ما فينا نعمل شاشة رئيسية، هو بيختار لنا لحاله الشاشة الرئيسية وين مكانها. ثاني شغلة بإعدادات سطح المكتب هنلاقي إنه الشارات عدادات الإشعارات موجودة. الإيماءات جميع التطبيقات لفوق فينا نغير الإعدادات هاي. طبعا عم أحكي بسرعة شوي لأنه ما بدي الفيديو يطول كتير وتطفشه. جميع التطبيقات هالأمور الثانية مرر بإصبعين هالحركات هي يلي إذا بتهمكن أو ما بتهمكن ما بعرف. ثاني شيء التبديل بين الانتقالات، حجم الأيقونة، شبكة سطح المكتب، صورة مصغرة للمجلد ولون النص، إعدادات البحث طبعا هي كمان فيكون لأن الشريط تقريبا مجبرين فيه ضل موجود، وعندنا إعدادات أخرى. شريط البحث فينا نلغيه، عمليات البحث المتكررة فينا نلغيها، ترتيب التلقائي للتطبيق كمان نلغيها، هلا أداة التعليق نلغيها، التطبيقات البحث. المهم هذه هي الخيارات. ترتيب سطح المكتب، فعندنا شيء اسمه الترتيب الذكي. كما نرى ترتيب لأعلى ترتيب لأسفل، يرتب لنا الأيقونات كما يريد كما يريد، ولكن للأسف الشديد لا أحبذ هكذا طريقة. المهم نرجع إلى الخلف. أيضا عناصر واجهة المستخدم كما نشاهد هذه الويدجت. الخلفيات نضع هنا خلفيات متحركة مثلا. بالنسبة لي استخدم أداة مايكروسوفت لتحويل الخلفيات كما تشاهدون، تعطيني شيء خرافي في تحديث الخلفيات. المهم كما شاهدنا شكل المجلدات ليس الأفضل برأيي الشخصي، ليس الأجمل. الحرية في الحركة ليست الأفضل. لم أجد خيار لما بدي نزل تحت ينزل لي البانل أو لوحة الإشعارات أو منسميها بالسوري البرداية، شو بتسموها عنكم اكتبوا ليها بالتعليقات. رح أحاول أكتب مشان ما نظلم الجهاز. نحط الإيماءات مرة اللي أسفل موجودة، ما بدنا نظلم حدا نحن للأسف. نعم موجودة. الآن نأتي لوحة الإشعارات، أسوأ تصميم لوحة إشعارات برأيي الشخصي.
نستطيع العمل الكثير من الأمور منها، وضع اليد الواحدة، تسجيل الفيديو، وضع واتساب ليس بلازم أبدا، وضع الدراجة. ولكن كتصميم للأسف الشديد سيء، حتى بهذا الوضع الداكن، هذا الوضع العادي، اللون الأبيض نجد هنا يعني لا يوجد تناسب أبدا برأيي الشخصي بين الخلف والداخل. لوحة الإشعارات أكبر سيئة جدا، نجد إشعارات لا ضرورة لنا بها وللأسف الشديد لا نستطيع أن نلغيها، مثل هذه اللوحة الآن هنا لا نستطيع إلغائها، عدا هذا المتجر السبلام أو لست أدري ما اسمه، سيء لأبعد الحدود. ميكروفون الكاميرا شغال الحمد لله. الآن طبعا اسم الواجهة هاي او اس ما استخدمته أنا نهائيا لهذا المتجر أو عفوا هذا المستعرض. أفضل أجمل شيء بالنسبة لي بموضوع الجهاز لهذا الواجهة هو تطبيق الكاميرا عن طريق الابتسامة، بيسجل لنا أو بيلتقط الصورة. بده مو ابتسامة، بده ضحكة وقهقهة ليلتقطة. كنا حاطينه على الفيديو ظلمناه. هاي الـ AI كام بده يكون الواحد متزاور شوي وبعدين يضحك. ما صور لحاله للأسف. هاي وضع البورتري، طبعا الإضاءة الآن حاليا إضاءة رائعة، فأتوقع نتائج البورتري تكون رائعة جدا. الوضع الليلي الفائق، هاي نتائج الصور. طبعا الجهاز مثل ما قلنا التكنو 7 برو، طبعا مصور صور كتير ولكن معظم الصور تلقائية. الكاميرا برأي الشخص، تطبيق الكاميرا بعطيه علامة ممتازة. ما غير الكاميرا، هذا هو المتصل، جهات الاتصال تعرض في هذا الشكل، الرسائل تعرض بهذا الشكل. أبشع وأكبر سلبية موجودة، حد أخذوني بحكي نص فصحى نص عامية، هو هاي الواجهة ما بحبزها نهائيا. وهي التطبيقات الفورية بدون تحميل، وهي الإعلانات للأسف الشديد سيئة جدا جدا. نجي على الإعدادات. بالإعدادات أمور جيدة. بأول شيء بيعطينا هون كل مواصفات الجهاز، شيء حلو كتير كتير. بالواي فاي مثل ما نكون شايفين، الرابط نقطة اتصال إذا كنت بس واي فاي لحدة على الشكل التالي. وضع الطائرة وأندرويد أوتو أوتي جي، كل هالأمور هي موجودة هون. الصوت طبعا إذا ضغطوا بالصوت لفوق لتحت مثل ما نكون شايفين بيظهر بتكبروا هيك. نرجع لهون، الشاشة والسطوع، هي الإعدادات اللي فيها. طبعا سطوع الشاشة الجهاز هذا ليست الأفضل. مهلة إغلاق الشاشة، معدل تحديث الشاشة في 60 هرتز وفي 90، ولكن كذابين الاثنين مثل بعض. قفل الجيب إذا حطيت جهازك، وهذه الأمور. المظهر وشاشة القفل، تخصيصات يتميز بها أندرويد، شيء حلو. تخزين مثل ما نكون شايفين، هي إدارة التخزين، الرام هون، وهي وحدة التخزين الداخلية. التطبيقات بتكون على الشكل التالي، الافتراضية، التطبيق، مركز الإشعارات وهكذا. فينا سجل الإشعارات نمحيه لأنه بيزعجك كتير، كنت عم جربه فقط.
إدارة الخصوصية، الحماية، تحديث أمني، آخر تحديث أمني، جوجل بلاي، العثور على جهازي، بصمة الإصبع، كل هالأمور هاي. البطارية عم يعطينا شو فيها، هاي الإعدادات الموجودة، الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة. مثل ما أنا شايفين نوعا ما تبويبات الإعدادات والوصول لها سهولتها جيدة، ما أنا الأفضل ولكنها جيدة. الإيماءات مثل ما نكون شايفين إذا بنضل حاطين على اليسار للأسف بطل تسجيل مثل ما حكينا. طبعا فينا كلياتهم نعدله ونشوفه مثل ما انا شايفين. هلا نجي على الاستوديو او المعرض. هون اكثر شيء عجبني بصراحة وللأمانة كتير 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 عجبني. نقي صورة تكون مقبولة، ولكن هون بنعطي تعديل أدوات خرافية بتعديل الصور، يعني اللي بيروق للصور للحالات ولهيك أمور جدا جدا حيستمتع بالأدوات هاي. مجموعة جيدة وجميلة جدا. طبعا في كتير تطبيقات مجانية بإمكانك تستخدمها، ولكن احنا عم نحكي هون على الجهاز. مثل ما احنا شايفين بإمكاننا نعمل كتير شغلات. الأدوات أفضل شي هون ضغط الصور. صار عندك حجم صور أو كمية الصور كبيرة، فبإمكانك بكل بساطة تضغط الصور، تضغط حجمها، تنظيف الصور جدا رائعة، بيعطيك الصور المظلمة اللي مانك شايف منها شيء، الصور المشوشة المتشابهة، وصور الواتساب. عندك تجميع هلا على شكل عشوائي، نختار هالصور هاي، بجمع لنا اياها بامور جدا جدا مثل ما كنتم شايفين بلحظات رائعة. خلاص صار عندي هاي الصورة لكل هالصور هاي، حلو كتير كتير. الاكس شير مثل الشير ات برنامج. وعندك خزنة اذا كنت من جماعة اللي بتحبوا الخزنات، في عندك خزنة مبنية تلقائية من البرنامج. كتير كتير بصراحة عجبتني واستمتعت بموضوع هاي. الشيء السلبي الكتير التاني تطبيقات وادوات هاي وما بعرف شو، هاي كلياتها لا فائدة منها، موجودة بجوجل رجعوا عملوا لها شغلة تانية. ما بعرف شيء عن الجهاز ما حكيت عنه، ولكن هاي الجهاز بإذن الله بريت زمتي من ناحيته بشكل كامل. وإذا حابين نجرب شيء تاني اكتبوا لي بالتعليقات، بنطالع فيديو شورت نكتبه. هذا شكل الإشعارات ما شفتوه روحته، ولكن حابب أبعت شيء عشان تشوفوا كيف تطلع الإشعارات. مثل ما كنتم شايفين هيك شكل الإشعارات. طبعا بإمكانكم تغيروها، بإمكانكم تساووا كتير أمور، ولكن عم فرجيكم شيء. هدول الآلة الحاسبة وهدول الأمور جدا سيئات. بشكل عام بعطيها إنه واجهة جيدة، مانا الأفضل. الأمور الصينية والجمالية بعدوا عنا، فنصيحة لكل الشركات الأجهزة الصينية، الأمور الجمالية بعدوا عنا، ما كتير تطوشوا راسكم فيها. قلدوا سامسونج، سامسونج رائعة جدا جدا. أو إذا بدكم اعملوا مثل هواوي وقلدوا الآي أو إس بشركة الآيفون. شكرا كثير على المشاهدة، ما تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، وأكيد الإعجاب بالفيديو ومشاركة المحتوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في الفيديو القادم مع واجهة شاومي. خليكم معنا مشتركين بالقناة. شكرا جزيلا.